التقى موقع الفن بالممثلة سينتيا خليفة بحفل جوائز الأفلام اللبنانية وحكينا بداية عن هالمناسبة. هاي أول شيء أنا كتير مبسوطة أكون موجودة بلبنان بعد سنين طويلة أنا فيها برا. للأسف ما عندي فيلم لبناني، مش معناتها ما بدي، بس يعني مع الأوضاع اللي صارت آخر كم سنة في كتير فلو وأنا واحدة منهم، حتى نلاقي إذا بدك أهدافنا أو الجولز تبعنا برا. مش هيك اليوم مبسوطة كتير وفخورة بكل فيلم مشارك، لأنه هيدا فيلم أنا بعرف بشو عدى لينعمل بهالثلاث أربع سنين. الأوضاع الصعبة النفسية والحالة كل الحالات، وأولاً النفسية لأي فنان، فكل حدا عنده فيلم انعمل بآخر ثلاث سنين بلبنان شابو بالقلو عن جد. بتشجعي فيلم معين؟ لا not really، كلهم حبيبي وأصحابي، ما بقدر حدا بفرق بين ولاده، ما بيقدر. عن جد. خلينا نحكي عن أعمالك المقبلة، كمان بنعرف أنك بتمثلي بمصر. مزبوط، عندي أنا نقلت على مصر، وآخر سنة كنت بأوروبا وبألي لوس أنجلوس، هلأ بعدني رجع اليوم. وأعمالي المستقبلية عندي واحد مصري وواحد أمريكاني سعودي ومصري، وعم بحضر هالسنة أفلام أمريكانية إن شاء الله نقدر نعمل كمان فيون خليط مع الوطن العربي. أنا هيدا اللي بدي أجرب أعمله. خلينا نحكي شوي عن تجربتك بمصر. بتجنن عن جد، مصر حضنتني ومصر بتحضن الناس عن جد، والفنان والشغيل مصر والإندستري هونيك بتفتح له بوابة. عملت أصحاب بجننوا، عملت بيت، عملت حياة، عملت فريق اشتغل معي. It's really special مصر، وعن جد كنت وش خير علي، يعني عملت أعمال كتير حلوة، اشتغلت مع نجوم كتير حلوة، ومن خلال مصر قدرت أصور أعمال الانترناشنال، يعني عرفوني من خلال مصر. شو بتفرق صناعة المسلسلات والأفلام بمصر ولبنان؟ ماشي، عددها أكبر هونيك، يمكن في إنتاجات أكتر لأنه من زمان وجاي عدد الإنتاجات اللي بينعملوا بذات الوقت أكتر، لكن الكواليتي تقريباً نفسها. هلأ مصر في يقول أنه في يعني on ground في كواليتي حلوة، في يمكن شوي أعلى، بس ما فرق بسيط جداً. بس again أدي إلى الإندستري هونيك، وفي إندستري، لما نقول إندستري في إندستري، في عدد ناس، في عدد إنتاجات، في يعني والناس في 120 مليون حدا عم بيشوف، سو الإنتاجات أكتر. ممثل أو ممثلة مصرية هيك قراب لإلك، صديقة أنت وياهم؟ في كتير، يعني أنا بس اشتغلت مع يسرى صارت يعني حدا regularly بنحكي أنا وياها، نونيا كمان، ميرنا نور الدين، مين بدي اسمي لك، كلهم تقريبا، يعني حتى الصبايا طارع عماد، هدى المفتي، سلمى بوديف، كتار ما في يخلص، بس انه كلهم حبايبي، يعني حتى احمد مالك، ويجز. مؤخرا اي اكثر مسلسل عجبك او فيلم كحضرته؟ اخر سنه ما كنت عم بحضر عن جد، لانه كنت كتير مشغوله بالتصوير، بس بحب بيمبو أنا كتير، لأنه كان يونغ ومودرن وقصته حلوة، والممثلين فيه يونغ، وانبسطنا بتصويره، فعندي حنية لقاله كتير، وموجود على شاهد. Actually 8 days، شو عم بحكي، 8 days مسلسل لبناني مع مجدي يحوي وراي، صورني بجنن كمان أنا ومكسيم خليل على شاهد، حضروه كتير حلو. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.